أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. وسط مطالب أممية كثيرة وجهود مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد طبعا ما وصل عدد الشهداء إلى 20,000 شهيد، بتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين، قصف البيوت، المساجد والكنائس أو دور العبادة، المستشفيات طبعا وأي وحدات صحية، وده كله عمال بيحصل الحقيقة دون تحقيق أي نصر استراتيجي بيذكر. وبالتالي الكل يتحدث أنه إسرائيل تضرب بهذا كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط، مع الاستمرار المطلق طبعا للدعم الأمريكي لدولة الاحتلال. سنتحدث مع حضراتكم الآن عن أبرز مستجدات الأزمة في الأراضي الفلسطينية وتفاصيل كثيرة جدا وقرارات الأخيرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضيفنا الكريم اللي بينورنا فيه حديث الأخبار الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني لو نبدأ مع حضرتك يا فندم من يعني أحدث الأمور، وهي زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ولقائه مع الرئيس السيسي. بريطانيا من الدول العظمى الحقيقة كان في تغيير كبير في موقفها من الأسابيع قليلة، كان كل أحداثها فقط أنه لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. اليوم هي تؤكد على هذا الحق، ولكن أيضا تتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات المستدامة للشعب الفلسطيني. كيف ترى تغير المواقف؟ يعني طبعا بريطانيا جزء من قطاعات غربية غيرت موقفها. القطاعات الغربية أسماءها واضحة، يعني زيارات سابقة للقاهرة وللرئيس السيسي، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس وزراء بلجيكا، إضافة لتغير الموقف الفرنسي، ده كان شيء مبكر نسبيا، يعني بعد شهر ونصف الشهر من طوفان الأقصى فرنسا غيرت موقفها، وإضافة طبعا لأيرلندا، وأيرلندا لها موقف تاريخي مناصر لقضية الشعب الفلسطيني لأسباب تخص علاقتها السابقة ببريطانيا الاحتلالية من بريطانيا. وأيضا هناك كان قبل أكثر من أسبوع كان هناك تغير في الموقف البريطاني والموقف الألماني. يعني السيد ديفيد كاميرون وهو رئيس وزراء بريطاني سابق والسيدة وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك كتب مقالا مشتركا في صحيفة ساندي تايمز بيدعو لوقف إطلاق النار فورا وبطريقة مستديمة في غزة. فهذا التيار من التغيير، وألمانيا طبعا رقم كبير في التكوين الأوروبي، وبريطانيا طبعا رقم كبير أيضا في دائرة أضيق من حول أمريكا وإسرائيل يسماها الدائرة الأنجلو ساكسونية. هم خمس دول عاملين نوع من جهاز مخابرات مشترك، يعني في تنسيق عالي المستوى بين أجهزة مخابراتهم، سموه العيون الخمس. فقبل أن تغير بريطانيا موقفها كانت دولا أنجلو ساكسونية قد سبقت إلى ذلك ببيان مشترك من كندا واستراليا ونيوزيلندا تدعو لوقف إطلاق نار شامل في غزة. المعنى أن الموقف الأمريكي صار محاصرا حتى في المجتمع الدولي الغربي أو المجتمع الغربي، لأنه ليس كل المجتمع الدولي، بقية المجتمع الدولي طبعا في موقف آخر. الإشارات في الاجتماعات كانت واضحة، في قرار مجلس الأمن الأخير الذي أسقطته أمريكا بالفيتو كانت أمريكا وحدها معزولة عن الدنيا كلها، و13 دولة صوتت لصالح القرار، وبريطانيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن. محاولة استصدار قرار جديد الجارية الآن متعثرة بسبب تردد الموقف الأمريكي. يعني هناك تغيير في صياغات وغيره وغيره وغيره، لم تقتنع الإدارة الأمريكية حتى الآن، فوق أن الإدارة الأمريكية نفسها متنازعة ما بين وزارة الخارجية وما بين الشأن الأمريكي الداخلي، الشأن أيضا الأمريكي مختلف. الداخلي غاية في الاضطراب. فهنا الفكرة، هل يمكن أن هذا التأخر في إصدار القرار الذي قدمته نفس الدولة اللي هي الإمارات العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن ويحظى بذات التأييد الشبه الإجماعي ويركز فقط على إحداث تغيير في الموقف الأمريكي يتأجل التصويت عليه يوما في يوم منذ ثلاثة أيام مضت؟ يعني فهناك حرك طبعا بالتوازي، هناك مفاوضات
تشارك بها مصر الدوحة تحت عنوان هدنة جديدة. هل هذه الهدنة سوف تكون وقفا لإطلاق النار أيضا بالتوازي مع ما يجري في مجلس وقفا الأمن؟ دائما أم وقفا مؤقتا؟ وقفا دائما أم هدنة موقوتة؟ الذي بادر إلى طلب التفاوض هو إسرائيل هذه المرة، والذي يتخذ موقفا حاسما في التفاوض هو حركة حماس، التي تصر على أنه لا هدنة موقوتة من جديد. هناك صيغة واحدة، وقف العدوان شاملا، الانسحاب الإسرائيلي من مناطق دخلتها في غزة، ثلاثة الكل في مقابل الكل، كل الأسرى الإسرائيليين في مقابل كل الأسرى الفلسطينيين. وطبعا هذا موقف معلن في الإعلام، وموقف معلن من كافة متحدثي حماس. ومن المعلوم أن السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس كان في زيارة للقاهرة، أنا لا أعرف بالضبط انتهت أم لا، لكنه يعني تكرم بالاتصال بي أمس، وفهمت منه أن المفاوضات متوقفة عند هذه النقطة. طيب هنا حصل حرك سؤالي يا أستاذ عبد الحليم، حرك بتقول دلوقتي أنه الفصائل الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية هي المتحكم الآن في موضوع الهدنة، وأنه هذه المرة طلب الهدنة جاء من الجانب الإسرائيلي، وده الأول مرة. طيب ما هو على الجانب الآخر أيضا هناك تصريحات إسرائيلية أنه إذا ما أعلنت جميع الفصائل الفلسطينية وجميع المقاومة أشكال المقاومة الفلسطينية استسلامها تنتهي هذه الحرب وتتوقف عن إطلاق النار. ده تصريح نتنياهو، صحيح، وهو يبحث عن لبن العصفور، وهو نادر جدا في هذه الأيام ومستحيل في الحالة الفلسطينية. يعني هذا كلام أحلام أوهام لا يمكن أن تتحقق. لماذا لا يمكن أن تتحقق؟ أولا أنه المعركة على الأرض جارية لبناء صورتين متجاورتين، صورة المأساة، الأرقام التي ذكرتيها وأكثر منها، يعني هناك نحو 21 ألف شهيد مسجل، وهناك نحو 7000 إضافيين مدفونين تحت الأنقاض. يعني إحنا بصدد 29 شهيد، 29 ألف شهيد فلسطيني، وبصدد 3 أمثالهم من الجرحى والمصابين، وبصدد هدم شبه الشامل لمباني غزة، لأكثر من نصف المباني. يعني هناك شلالات دماء وهناك زلازل دمار. فليس لدى الفلسطينيين خاصة في غزة ما يخسرون أكثر مما خسروا، لكن في الجانب الآخر الصورة الأخرى التي تبنيها وقائع غزة هي فكرة القتال وجها لوجه. وفي هذه الصورة في القتال وجها لوجه والمسافة صفر، تتفوق المقاومة الفلسطينية يمكن 10-0 على الجيش الإسرائيلي. هذا ليس كلاما يعني متحيزا، لسبب بسيط. يعني هناك كاتب في إسرائيل اسمه حايم ويلفنسون، هذا الكاتب بيكتب في جريدة أريتس، وفي نفس الوقت يقدم أحيانا بعض البرامج التلفزيونية. في أول الحرب الجارية دعا الجيش الإسرائيلي لسحق حماس وكذا، وهذه اللغة التي يرددونها، يعني الأهداف الثلاث: قضاء على حماس، استعادة الأسرى بالقوة، وتدمير غزة. هذا الكاتب كتب مقالا أمس في أريتس كشفا، قال ببساطة إحنا بناخد مخدرات، دعا الإسرائيليين لأن يتوقفوا عن تناول المخدرات، يقصد بها الأكاذيب التي مرضوا عليها جيلا فجيل. وقال يجب أن نعترف بوضوح أن لدينا جيشا غاية في الضعف ومخابرات فاشلة. وهذه المخابرات الفاشلة بالمناسبة أحدث اكتشافاتها أنها اكتشفت فجأة بعد ما روجت لصورة معينة عن محمد الضيف قائد الجناح العسكري، القائد السابق للجناح العسكري لحركة حماس، أنه تعرض لسبع محاولات اغتيال، هذا صحيح، وقالت انه بعد هذه المحاولات اصيب بالشلل والعمى. قالت ان احنا لدينا معلومات جديده عن انه بصحه جيده. يعني هذه مخابرات جناح البطاطا، يعني بياعين البطاطا، مش جهاز مخابرات. فهذا الاخفاق المرعب على الارض في القتال الذي يثبت أنه ليس بوسع إسرائيل مهما فعلت، حتى لو احتلت غزة كلها، حتى لو قتلت الغزيين جميعا، ليس بوسعها أن تحقق أهدافها المعلنة. وهذه الأهداف في تشارك بين واشنطن وتل أبيب فيها، لأن إسرائيل لها حكومتين، حكومة في فلسطين المحتلة وحكومة في واشنطن.
لكن ايه اللي بيخلق التفاوتات والتوتر بين الحكومتين؟ هم جو بايدن وحكومه نتنياهو الان. ان جو بايدن لا يريد، هو يعرف يقينا ان نتنياهو يطيل في مدى الحرب ليس لثقه في انه سوف يحقق الاهداف، لكن يطيل في امد الحرب كوسيله لابقاء نفسه في سده الحكم او في رئاسه الوزراء. لانه محكوم بان يخرج من الوزاره نهائيا. فهو بايدن لا يريد لنتنياهو ان يسحب رجله الى قاع مزابل التاريخ التي يذهب اليها، خاصه ان بايدن احس في استطلاعات راي متتابعه ان شعبيته تتدهور في اضطراد في مقتبل عام انتخابات الرئاسه، وهو يريد ان يجدد لنفسه. هناك مشكله بين الشخصين. لكن طبعا هذا ليس له علاقه بالعلاقة الهيكلية ما بين المؤسسة الأمريكية والمؤسسة الإسرائيلية، لأنه إسرائيل في النهاية أكبر قاعدة عسكرية لأمريكا في العالم. في بعض الطروحات يا أستاذ عبد الحليم بتقول أنه السبب، أصل الكل بيتساءل هي ليه أمريكا بتدعم بهذا الشكل المطلق إسرائيل، وأنه كل دول العالم بدأت تغير مواقفها إلا أمريكا واستخدمها للفيتو حتى آخر جلسات مجلس الأمن. بعض الآراء بتقول أنه واحد من الأسباب اللي بتؤدي لهذا الدعم المطلق من الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي هو أنه أمريكا بتستخدم إسرائيل كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي ولتحقيق مصالح لها سياسية واقتصادية وما إلى ذلك. إلى أي مدى حضرتك ممكن تتفق مع هذه النظرية؟ إسرائيل لا تحقق الآن أي مصالح لأمريكا. كان في وقت معين كقاعدة عسكرية أنشأت إسرائيل من الغرب أصلا، والصهيونية حركة غربية لإيجاد فاصل دائم بين مشرق العالم العربي ومغربه. هذا أمر مؤكد من أول وثيقة كامبل بانرمان، ومن أول حتى حملة نابليون لما اقترح فكرة إنشاء دولة يهودية في هذه المنطقة، قبل ذلك بقرن، قبل هرتزل بقرن، وبعد كده وعد بلفور إلى آخره. القضية ليست محبة في اليهود، الذي صنع مأساة اليهود هم الأوروبيون أصلا، الذين اضطهدوا اليهود هم الأوروبيون، الذين شاكلت إسرائيل بعنصريتها عنصرياتهم هم الغرب كله. فالفكرة الأساسية أن إسرائيل الآن بالتعبير الشعبي العام المصري جابت الكافية لأمريكا. أمريكا في مجلس الأمن وحدها وحدها معزولة، وفي الجمعية آخر قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، مش قرار حق تقرير المصير الذي صدر أمس، قرار حق تقرير المصير أيدته 172 دولة، عرضته 4 دول. القرار اللي قدمته مصر في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار اللي هو المفترض مطلوب الآن أن يستصدر قرار من مجلس الأمن نفسه بهذا المعنى، وافقت عليه 153 دولة واعترضت عليه 10 دول. من العشر دول دول؟ دول أمريكا وإسرائيل والدول الميكروسكوب، الدول المجهرية دي، جزر سيشل ومش عارف ميكرونيزيا وإلى آخره، محدش بيعرفها أصلا. فإلى أي هوان دولي في النفوذ الدولي سحبت إليه أمريكا؟ هوان مريعة. لذلك حين يتحدث بايدن تحدث قبل أيام طويلة في عيد الحانوكا اليهودي وهو بيستقبل أيبك وغيره في البيت الأبيض عن أنه طالب نتنياهو بتغيير حكومته، وفيما بدا كلغة عدوانية نسبيا تجاه مصدر اللغة العدوانية، ما أشرت إليه أنا، مين هيسحب التاني للمزبلة؟ لأن هي إدارة الحرب إدارة أمريكية إسرائيلية. طيب حضرتك بتقول إسرائيل جابت الكافية لأمريكا، طب هي جابت لها الكافية ولسه بتدعمها ليه؟ أمريكا لسه بتدعم إسرائيل ليه؟ هذا وضع زي ما بقول لحضرتك، فيه المؤسسة الأمريكية بالكامل سلاحا واقتصادا وغيره 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 بتدعم إسرائيل، لأنه هي ببساطة تدعمها أكتر لأنها حست بالرعب والفزع مما جرى في 7 أكتوبر. دي كانت بروفة زوال إسرائيل، بروفة مبكرة. بعد كده هتكبر الفكرة. تكبر الفكرة ليه؟ لأنه كل إحاءات القوة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي بتسقط تباعا. فإذا كانوا دول عملوها بهذا العدد بألف مقاتل وأذلوا إسرائيل على هذا النحو، طب لو بقول 1000 10000 إيه اللي ممكن يحصل؟ طب لو هذا المقاومة امتلكت فيما بعد أسلحة أكثر تطورا، لأنه ليه إسرائيل بتحطم في غزة والمقاومة ما تقدرش بنفس القدر تحطم في الكيان؟ لأنها تملك طائرات ومدافع ودبابات وبوارج وغيره. إنما الفكرة الأساسية أنه هذا الإذلال هو الذي يدفع الطرفين للبحث عن مخرج.
والخلافات بين الاثنين خلافات في البيت الواحد. طب نلايمها كده على قد كده ما دام فشلنا، وبعدين نستأنف تاني على طريقة طرح جيك سوليفان لما جه زار كيان الاحتلال الإسرائيلي وقال لهم وقفوا العمليات الأكثر شدة وبعدين اعملوا عمليات انتقائية دقيقة. يعني هو يريد أن يجد صيغة للخلاص. وبالمناسبة وهذا ليس كلاما عنصريا ولا له علاقة بالديانات، جيك سوليفان وبلينكن وغيرهم وغيرهم كلهم يهود وصهاينة. ما بلينكن قالها صراحة لما ذهب لزيارتهم أول مرة. والسيد بايدن نفسه قال إن أنا صهيوني وليس ضروريا أن أكون يهوديا حتى أكون صهيونيا. صهيونيا صحيح. وقال لو ما كانتش إسرائيل موجودة كنا اخترعناها. صحيح. فهنا الفزع على مصير اللي اخترعوه الكيان الذي اخترع، مما يوثق الصلة. بس هناك خلافات في التقدير. لو أن حكومة نتنياهو، حكومة إسرائيل في تل أبيب اندفعت هذا الاندفاع، هتزيد الخطر ولا تقلل منه؟ أمريكا بتعمل بتدعي أو بتحاول أن تبدو كطرف رشيد في إطار لعبة توزيع الأدوار، يبحث عن صيغ أكثر نعومة وأكثر سلامة لبقاء كيان الاحتلال. طيب بحديث حضرتك منذ قليل أنه حتى داخل الشأن الإسرائيلي كمان في انقسامات كثيرة طبعًا. وفي مشاكل كثيرة جدا طبعًا. وأنه أمريكا بتقول لنتنياهو أنه لازم يغير حكومته، في حين أنه البعض كمان بيطالب أنه نتنياهو نفسه مش مفترض يكون موجود في الحكم. في تقارير إعلامية إسرائيلية وغربية كتيرة بتتكلم على فكرة أنه الفشل والإخفاقات اللي حصلت من جيش الاحتلال فكرهم أو هم ربطوه في هذه التقارير بما حدث لجولدا مائير بعد 73 وتركها للحكم، بأنه كمان حزب الليكود بيترك أو الحكم أو من المفترض أنه يترك ويتنحى تماما عن الصورة. حضرتك شايف ده ممكن يتحقق في القريب العاجل ولا حتى تحقق إسرائيل أهدافها زي ما بتقول، مع أنه هي الثلاث أهداف المعلنة ليها لم تحقق أي منها حتى اللحظة، ده مش وارد يطرح على الطاولة؟ شوفي يا دكتورة، بصفة عامة الفشل يتيم والنصر ألف أب. هنا يحدث فشل يتتنازع كل الأطراف وتحمل كل طرف يحمل كل طرف آخر نتيجة ما جرى. اتنين، من المعلوم أنه بالنسبة لنتنياهو في ساعة إيقاف الحرب نفسها سوف يذهب إلى أحد مصيرين، إما إلى مزبلة التاريخ السياسية أو إما إلى المحكمة لكي يحاكم بتهم فساد وكذا وكذا. التلاتة، في فرق بين جولدا مائير وبين نتنياهو. الفرق أنا ما بتكلمش هنا عن الفروق الشخصية إن ده راجل ولا ست، بالعكس هي كانت ست أقرب لصورة الرجال، كان يقال عنها الرجل الوحيد في إسرائيل. فلكن الجيل نفسه، إسرائيل من 75 سنة مرت بمرحلتين، مرحلة صعود منحنى صاعد ثم بعد كده منحنى هابط. جولدا مائير كانت آخر سلالة المنحنى الصاعد اللي هم مواليد بن جوريون وحزب العمل والمبام وغيره. بعد كده قالت المسألة من أول مناحم بيجن لحد دلوقتي إلى اليمين فالأكثر يمينية وتطرف. هذا التحول إلى الأكثر يمينية وتطرفا مبعثه غريزي، لا الفلسطينيين بيزيدوا وبيتكثروا ومعانا في نفس المكان وبيتعلموا أكتر وبتقووا أكتر وبتعلموا أسليم أكتر شعوب العالم. هنا تنتبهم غريزة البقاء أو الإصرار على أصول المشروع فبيبقى أكثر تطرفا. أنا عاوز أقتل كل الفلسطينيين، وهذا الكلام يقال جهارا نهارا كل يوم في التلفزيونات الإسرائيلية. لا تأخذكم بهم شفقة، لأن كل طفل إن أنتم موجودين ده كل رضيع هيبقى زي مقاومي حماس، وهذا صحيح تاريخيا. فهنا أنت في مرحلة المنحنى النازل. المنحنى النازل ده هينتهي دلوقتي؟ لا مش هينتهي دلوقتي، لكن احنا في فقرة مهمة جدا في قصة إسرائيل. يعني هي إلى زوال صيغتها الحالية. القصة هنا ما يتبع ذلك إن طبيعة الحكومات والقادة في إسرائيل اختلفت. يعني بمعنى إنه جولدا مائير في النهاية كانت بنت مشروع لسه في صباه وفي اندفاعه، أما نتنياهو وكذا وقبله ليفني وغيره ويهود إلمرت وكذا من مقتل إسحاق رابين، أنت دخلت في التصافي بقى. يعني جابت زيت، دي حكومات تيكاوي ووزراء تيكاوي، لأنه كانت إسرائيل معتمدة قبل كده على فكرة أنه في جيش دفاع بيحمي فكرة الاستيطان.
فدلوقتي حتى جيش الدفاع الذي كان موجودا في البداية أبناء الكيبوتس المزارع الجماعية اللي هو إيه بياخدوا الولاد من آبائهم وأمهاتهم وبيربوهم على إن أمهم وأبوهم هي إسرائيل. فكان هذا هو جوهر جيش الإسرائيل. الآن دلوقتي لما نشوف أداء المقاتل الإسرائيلي في الميدان معهم هو الحقيقة حصل حاجتين، هو اختبأ وراء كثير من التكنولوجيا وفقد الكفاءة الفردية والإقدام في ذعر، وخدي بالك كمان أنه عدد القتلى اللي بتسلم بهم إسرائيل، أنا بتكلم أنا عن أرقام إسرائيل، حتى الآن 143 منذ بدء الحملة البرية، منذ طوفان الأقصى نفسه إحنا بصدد داخلين على 500. أغلب الذين يقتلون، وهذه ظاهرة مميزة جدا لهذه الحرب، يعني كمية هائلة غير طبيعية من الضباط وليس من الجنود، من خيرة من قوات النخبة. لواء جولاني النهار ده معناه ايه يا استاذ عبد الحليم؟ ده معناه ببساطة انت انه في استهداف واضح لل في غير استهداف للضباط عندهم؟ غير استهداف، الجنود اصلا لا يستطيعون القتال، فلمن تبقى يقاتل اللي هم الاكثر خبرة. في لواءات في اسرائيل كده في الجيش الاسرائيلي هي الاكثر خبرة، نحال وجفعاتي وجولاني. اللواء جولاني ده أقدم، يعني اللواء جولاني ده كان موجود قبل ما يعملوا الجيش الإسرائيلي، قبل 48. هذا اللواء معروف أنه الأكثر كفاءة بإطلاق في الجيش الإسرائيلي، أو كان كذلك، هذه سمعته. الآن ماذا حدث؟ آخر قرار النهاردة نشره الإعلام الإسرائيلي من ساعات أنه القيادة الحرب الإسرائيلية قررت سحب اللواء جولاني من غزة. ليه؟ لأنه حجم الخسائر فيه مفزعة. ومن كبار الضباط. هنا 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 ليه بقول كده؟ بقول كده عشان أؤكد أنه ما يحرك الحوادث كلها ليس أعداد الفلسطينيين في الغرب، ليس أعداد الفلسطينيين التي تستشهد، ما يحرك الحوادث هو أعداد الإسرائيليين الذين يقتلون والإخفاق العسكري والخسائر الإسرائيلية. وما يحرك إسرائيل نفسها هو الخسائر الإسرائيلية، وما دفعها لطلب التفاوض هو الخسائر العسكري. لكن طبعا من باب الهروب للأمام نتنياهو شايف ببساطة ان يوم ما تقف الحرب هو على بيتهم، او يعني انتهت قصته، هو اطول رؤساء وزراء اسرائيل عمرا في منصبه، قعد 16 سنة وبيلعب بالبيضة والحجر وكلام من ده يعني. بس في النهاية هو لا يدرك ان غزة اللي كان اسحاق رابين بيقول عنها اتمنى ان اصحو من النوم فاجد غزة غرقت في البحر، او كان شارون اللي هو كانوا بيسموه ملك إسرائيل أبرز جنرالاتها وأكثرهم خشونة وجرأة، خرج من غزة من طرف واحد، لأنه ببساطة أدرك أن البقاء في غزة بلا أي فائدة، لأنه أي استعمار في النهاية، وينطبق ذلك على استعمار إسرائيل وغير استعمار إسرائيل، لا تفوز المقاومة على الاستعمار بقوة سلاحها، لأنه دائما كانت قوة الاستعمار أضعاف 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 قوة عددا المقاومة. وكل حاجة. لكن هو بينتهي الاحتلال إمتى؟ بالإنهاك. بالإنهاك. بحرب استنزاف نشيطة التي تجري في غزة الآن وستجري فيما بعد. لكن الفكرة هذا الإنهاك بيوصل لنقطة يقول فيها إيه؟ بتبقى بها فوائد البقاء أقل بكثير من ضرائبه. يعني أنا إيه اللي مقعدني هنا؟ إيه اللي وبذلك هم خدوا الجلاء من طرف واحد. نتنياهو بيتكلم عن انه هعيد احتلال غزة وهعمل، لسه يعني بيجرب القديم، هعمل ادارة مدنية، بينما يقف جالنت اللي هو المفترض وزيره ومن حزبه اللي هو الليكود، قال لا احنا مش لا ننوي انشاء ادارة مدنية في غزة. ايوه يا فندم، هو ازاي قادر يبقى عنده هذا القدر من الجرأة في فكرة انه انا هدخل غزة اذا كانت حتى العمليات البرية لم يستطع ان يعلن عن نجاحها وكان فيها ايضا خسائر كثيرة؟ الفكرة الاساسية انه هو بصفته القائمة كرئيس وزراء وقائد اعلى للقوات المسلحة وكذا كحال كل الدول، هو يريد يتشبث بأش بوهم اسمه ان لو استمرت الحرب انا هظل رئيس وزراء، لان مش هنعمل انتخابات والحرب موجوده، وطبعا استطلاعات الراي كلها ضده ومع جانتس. لكن هي الفكره الاساسيه ان الاضطراب الذي يعتري التكوين الاسرائيلي الان واصل لانه اهالي الاسرى ومظاهراتهم اللي بتتكلم عن انه اولويتنا ان احنا نرجع اولادنا احياء، واذهلهم
ان الجيش الاسرائيلي نفسه هو اللي قتل 3 هو اللي قتل. صحيح. هذه تصرفات جيش مرتبك. صحيح. جيش محموم. صحيح. جيش بيخاف من اي حاجه، جيش بيخاف من طيب. خياله. 3 اسرائيليين يقلعوا الاقمصه ويرفعوا رايات بيضة ويتكلموا بالعبري ولا ياخدوا بالهم، يقول لك ده صديق حماس بقى. صحيح. حماس ربت. صحيح. لهم الخفيف زي ما بيقول. طيب لازم في الدقائق القليلة المتبقية أتكلم مع حضرتك عن سيناريوهات التهجير. الدولة المصرية منذ اليوم الأول كانت واضحة وصارمة جدا في هذا الصدد، وأعلنت أمام العالم كله أنه لا لتهجير الفلسطينيين، أولا لا لتهجير القضية الفلسطينية، ثانيا لأنه هذا التهجير هو بمثابة خط أحمر للأمن القومي المصري. على الأرض اللي بيحصل أنه الضرب شغال من الشمال للوسط ثم من الوسط إلى الجنوب، وحتى في بعض المخيمات والمناطق في جنوب غزة يتم أيضا قصفها كل يعني آن وآخر. إزاي حضرتك بتشوف ده يا فندم؟ أنا بشوف ده طبعا لأنه تصميم على التصور الإسرائيلي الذي أعلن من عقود ثم من سنوات ثم خلال أسابيع الحرب الأخيرة من كبار المسؤولين في كيان الاحتلال، تصميم على دفع الفلسطينيين إلى مصر والخلاص من غزة بهذه الطريقة. موقف المصري واضح زي ما أنت قلت، يرفض أي تهجير. أنا طلبت قبل كده أن يرفع من البيانات الرسمية المصرية تعبير التهجير القسري. يجب أن يكون الموقف حازما لرفض أي تهجير للفلسطينيين إلى مصر. حركة قصدك بدون قسري ولا طوعي. والحقيقة بعض المسؤولين المصريين اتجهوا إلى ذلك في الفترة الأخيرة. صحيح. وهذا إيجابي. الجيش المصري حتى الانتخابات، واحنا ما بنتكلمش عن انتخابات دلوقتي، الخطر ده بالذات هو الذي استفز المصريين صناديق الانتخابات. ونحن نعرف ان هناك الف ازمه وازمه طبعا. للمواطنين المصريين. المصري لما بيحس باي خطر على بلده يا فندم ما هي دي النقطة. ما بيتهونش. ده هذه النقطه التي يجب ان تمسك بها الاداره المصريه الان، بمعنى اكثر وضوحا لا امان من فكره التهجير التي تصمم عليها الكيان الإسرائيلي والتي تقول أمريكا أنها ترفضها. يجب لألا نركن إلى التطمينات الأمريكية على أي نحو. بيقولوا لا يلدغ المؤمن من جحر ذاته مرتين. نحن لا نريد أن نلدغ من أمريكا ألف مرة. فهنا ضمانتنا الوحيدة حاجة واحدة، هذا الالتفاف الشعبي. اثنين، ومرتفقة معها مع واحد اللي هي خلي السلاح صح. هي ضمانتنا هي الجيش المصري. وفي السنوات الأخيرة استعيدت السيادة العسكرية إلى سيناء على مراحل، بعكس ما كان عليه الأمر في الملاحق الأمنية لمعاهدة يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. والآن نحن لا نريد أن نبادر إلى حرب، لكن يجب أن ندرك، وأعتقد أن المؤسسات الأعمق في هذا البلد تدرك أنه حتى لو لم ننزلق إلى حرب في هذه المرة فقد تفرض علينا الحرب في السنوات المقبلة. لأنه كلما زاد إحساس كيان الاحتلال الإسرائيلي بالخطر كلما زادت عصبيته. نعم. واندفاعه. نعم. إلى مغامرات. نعم. وفي اتجاه المغامرات لا ننسى أن أفيجدور ليبرمان وكان وزير جيش إسرائيلي سابق وفي حكومة من حكومات نتنياهو طالب الجيش الإسرائيلي بأن يزيد عدد ألويته على الحدود المصرية استعدادا لحرب محتملة مع مصر. في خطر قائم، لكن في الجولة الحالية أنا أعتقد أنه يجب أن ننتبه ليه. يعني في حدود ما أعرف ليس معنى تعثر التفاوض من عبر الوسطاء فيما خص الهدنة الموقوتة أو قضية الأسرة أننا إزاء طريق مسدود أو حائط مسدود بسبب التناقضات البينية أو الاختلافات البينية ما بين حكومة إسرائيل في واشنطن وحكومة إسرائيل في فلسطين واختلافات المصالح الشخصية كما أوضحت من قبل. هذا عنصر مهم، لكن العنصر الأهم أن هذا التفاوض قد يتعثر وقد وسيعود. نعم. وقد ينتهي بالاتفاق. نعم. مرة واحدة على وقف إطلاق النار والكل في مقابل الكل، أو قد ينتهي على مرحلتين، مرحلة فيهم هدنة مؤقتة ممتدة الأيام تجري خلالها، في كلام عن أسبوعين، في بعض الكلام الإسرائيلي عن شهر كامل، تجري خلال الهدنة المؤقتة مفاوضات من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار. نعم. كما تريد حماس. نعم. بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. شكرا لحضرتك لوجودك معنا يا فندم. إن شاء الله نلقاك في حلقات أخرى كثيرة.